في الفيديو ده هنتكلم على الريفرنسز او المصادر وازاي نضيفها للبحث بتاعنا وازاي نعمل عملية السيتيشن عموما. تابعوا معانا. السيتيشن او الاقتباس اللي هو ان انا انقل معلومة من حد ولازم اقول الريفرنس بتاعي او المصدر. طب هو انا بنقل من مين؟ ممكن انقل من Trusted Websites، يعني مواقع موثوق فيها زي موقع منظمة الصحة العالمية WHO، او مثلا من كتب علمية او من scientific publications اللي هي المقالات البحثية. ايه هي بقى مكونات الريفرنس؟ مثلا بيبتدي معانا بالاوثر او المؤلف، بيبقى برضو عندنا التايتل اللي هو عنوان البحث، بيبقى برضو عندنا الناشر اللي هي المجلة اللي نشرت البحث ده، وبيبقى عندنا الوقت اللي اتنشر فيه، السنة مثلا، وبيبقى عندنا DOI اللي هو اللينك بتاع البابليكيشن. لو افترضنا ان ده جملة منقولة من مقال بحثي عن فيروس كورونا، فرقم واحد ده بيمثل رقم الريفرنس، وفي الاخر خالص في اخر البحث بيبقى فيه الريفرنسز كلها محطوطة على بعض، وده مثلا واحد منهم. اول حاجة ده هو اسم الاوثر اللي هو المؤلف، ممكن يكون اكتر من اوثر، ده واحد وده التاني. وبعد كده بيبقى عنوان البحث، وبعد كده المجلة الناشر، وبعد كده التاريخ، وفي الاخر خالص DOI او اللينك المختصر للمقال. دي مثلا بابليكيشن معمولة عن كورونا فيروس. لو جينا مثلا في الحتة بتاعت الانترودكشن هتلاقي This Severe Acute Respiratory Syndrome، مش عارف كلام كتير كده، وفي الاخر خالص هنا حاطت رقم واحد. رقم واحد ده هو رقم الريفرنس. بعد كده بيكمل جملة تانية وبيقول الريفرنس بتاعها، معنى ذلك ان كل جملة بينقلها بيقول مصدرها. في الاخر خالص في اخر البابليكيشن بيبقى فيه سيكشن اسمه سيكشن الريفرنس. سيكشن الريفرنس ده بيبتدي ان هو يحط لستة تفصيلية على الريفرنس اللي استخدمها فوق. نبص على مثال تاني، دي بيبر برضو منشورة عن كورونا فيروس. لو بصينا مثلا هنا هتلاحظ ان هو كاتب الريفرنس بستايل مختلف، بدل ما كاتب ارقام كاتب اسم وبعد كده ايتال. كلمة ايتال دي معناها and others، يعني فلان الفلاني والمشاركين ليه في البحث. في الاخر خالص برضو بيبقى فيه لست للريفرنسز اللي هم دول. يلا نشوف هنعمل سيتيشن ازاي. في سوفت ويرز بيستخدمها الباحثين زي مثلا مندلي او اند نوت عشان يحطوا الريفرنسز، ولكن احنا ممكن نستخدم طريقه اسهل عن طريق بعض الويب سايتس. قبل ما نتكلم على المواقع اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل السيتيشن، لازم تخلي بالك من حاجه مهمه جدا. احنا دايما بننسب الكلام للشخص اللي قاله، يعني مثلا البابليكيشن اللي احنا فاتحينها دلوقتي المؤلف بتاعها او الاوثر اسمه اسلام رب. هنا في سنتنس مكتوبه بتقول This Severe Acute Respiratory Syndrome، وكاتب في الاخر رقم واحد. طالما كاتب رقم واحد معنى كده ان مش اسلام هو اللي قال الكلام ده، لا ده اسلام نقله من الاوثر رقم واحد او من البيبر رقم واحد. فانا عشان اخد الكلام ده كوبي واستخدمه في البحث بتاعي هنسب او هعمل ريفرنس لرقم واحد مش لاسلام. تعال نشوف ممكن نعمل ايه. طبعا في خطوه اسمها Paraphrasing، احنا مش هنتكلم عنها في الفيديو ده، هنتكلم عنها ان شاء الله في فيديو جاي. وبنعمل بيست في الوورد، وبعد كده بنروح نجيب الريفرنس ونعمل بيست. لو جينا مثلا على المثال التاني هنلاقي الاوثر مثلا اسمه الفقي. لو جينا مثلا على الكونكلوجن وقلنا ان احنا عايزين ننقل منها الجمله اللي بتبتدي سوفوس بوفير وريبافارين وكده، هل الجمله دي بعديها فيها رقم او فيها اوثر؟ لا، يبقى الجمله دي هي استنتاج، وهنا هنعمل ريفرنس لصاحب البابليكيشن دي اللي هو الفقي. ناخد الجمله كوبي ونحطها في الوورد ونروح نجيب الريفرنس. عشان نجيب الريفرنس لازم الاول نرجع للبي دي اف وناخد اسم البابليكيشن كوبي اللي هو التايتل اللي هو انتي اتش سي في نيكلوتايد انهبيتورز ريبيربسنج اجينست كوفيد 19. هناخده كوبي ونروح اي براوزر زي مثلا جوجل كروم. عندي موقعين، موقع اسمه سايت فور مي، الموقع التاني اسمه وورلد كات. تعال نشوف مثلا سايت فور مي ممكن نستخدمه ازاي. اول حاجه بيقول لي تشوز ا سيتيشن ستايل، وليكن مثلا هنختار الام ال اي. السورس اللي انت عايز تعمل له citation هو ويب سايت ولا جورنال ولا بوك ولا ايه؟ هو دلوقتي احنا هنعمل citation لجورنال، فهنخش على جورنال وعايز اعمل سيرش، هقوم كاتب اسم البابليكيشن واعمل سيرش، جاب لي اسمها اهي، هقوم اعمل سايت كونتينيو، برضو كونتينيو، انا مش عايز اعدل حاجة هنا، جاهزة. ممكن اخدها كوبي اهي citation واجي في الوورد، وليكن مثلا انا عايز ارقمها رقم 2 لو انا ماشي بالترتيب طبعا، واجي تحت هنا في الوورد واقوم كاتب اللي هو ده كده انا عملت سايتيشن للبيبر اللي انا خدت منها الكلام. خلينا مثلا نعمل سايتيشن لكتاب عن طريق استخدام الموقع التاني اللي هو وورلد كات،
واللي كات برضو بتشتغل على الارتكلز عادي جدا، ولكن يكون احسن شوية من الموقع التاني فيه الكتب. هنكتب مثلا هنا كتاب اسمه living code، نعمل سيرش. دي الكتب اللي موجودة اللي لقاها. لو تلاحظ ان هو جايب لي اسم الطبعة، وليكن دي الطبعة اللي انا عايزها، فهقوم دايس على ده واقوم عامل سايت او اكسبورت. عايز السايت ده على شكل اي بي اي، ستايل اي بي اي ولا ام ال اي ولا اني ستايل، وليكن اختار الام ال اي، اعمله لي جاهز. هقوم واخده كوبي واقوم عامل بيست في الوورد. تعالى نفترض انت بتعمل سيتيشن من تكست بوك بتاع الكليه، والكتاب ده مش موجود اونلاين ومش معروف. هقوم عامل اد نيو ريفرنس، هيكون مثلا بوك، وعايز اختار مانوالي سايت. فيرست نيم بتاع الاوثرز لو في اوثرز، اد انذر اوثر لو في كذا اوثر. الير بتاع البابليكيشن، بتكتب العنوان، بتكتب الاديشن لو في اديشنز، تكتب المعلومات التانية، وفي الاخر بتعمل كونتينيو وبيطلع لك السيتيشن في الاخر. الفيديو الجاي هيكون عن ازاي تلاقي سورس تاني منه، وكذلك تعمله داونلود بكل سهولة. اعمل سبسكرايب واستنانا في الفيديو الجاي.